و19. ومن ضمن القائمة نجد بأن الحكم البات والنهائي بانتظار مصادقة الملك هي في 11 حالة، 4 من هذه الحالات موجودين خارج البحرين، و7 هم معتقلون في البحرين في سجن جو. هناك حالتين مرجعتين من الملك إلى التمييز، بحيث أن التمييز حكم عليهم بالإعدام ولكن تم إرجاعه من قبل الملك مجددا إلى التمييز، ينظر في حالهم مجددا. وحالة المعتقل الآن محمد رمضان وحسين موسى، وهناك الآن 4 حالات كذلك أخرى لدى التمييز لبت في هذا الموضوع. بطبيعة الحال وجدنا بأن تم استخدام القضاء العسكري كذلك لمحاكمة المدنيين، وهناك عدد من المدنيين تم محاكمتهم في المحكمة العسكرية، وهذا طبيعة الحال مخالف تماما إلى المواثيق الدولية وحتى إلى دستور البحرين، مما أدى لكي يشرع السلطة تشرع محاكمة المدنيين في المحاكمة العسكرية. تم حتى تعديل في الدستور لكي يعطى غطاء دستوريا أو شرعيا لهذا المنهج، وعلى أثر ذلك تم حكم على 6 مواطنين مدنيين في المحكمة العسكرية بحكم الإعدام، ولاحقا تم تغيير الحكم 4 منهم إلى المؤبد. وهذا يستدل على أن السلطة تستخدم كل الأساليب، سواء القضاء أو السلطة التشريعية، بحيث إصدار تشريعات لتعزيز وشرعنة إرهاب الدولة وتعزيز وشرعنة القمع الأمني تحت غطاء تشريعات في هذا الصدد. أما موضوع التعذيب فتم تفصيل ذلك في كثير من التقارير الدولية، ونحن وبقية المنظمات الحقوقية الأخرى أصدرنا تقريرا مفصلا تحت عنوان غرف الموت، وبينا بأن هناك تعذيبا ممنهجا في الأجهزة الأمنية في البحرين، تعذيب يفوق التصور. عندما نستمع إلى إفادات الضحايا، وأنا كنت أحد منهم وتعرف لهكذا نوع من التعذيب، نجد بأن بدون وجود محاسبة وبدون وجود عقاب لمن يتجرأ أن يقوم بهذا النوع من التعذيب، السلطة ماضية في هذا النوع من أنواع التعذيب الممنهج، بما في ذلك التحرش الجنسي، بما في ذلك الصعق الكهربائي، بما في ذلك كثير من الأذى النفسي، وكذلك التعرض إلى أهالي الموقوفين وتعرضهم إلى كثير من التهديدات المختلفة في سجون البحرين. عندما نأتي إلى الإفادات، ويمكن أستاذ آية أشارت بأن هناك توثيق واضح لمن اتهموا الآن واعتمدت اعترافاتهم من قبل المحكمة، بأن هذه الاعترافات انتزعت تحت التعذيب الشديد. تصور المعتقل يتم انتزاع أظافره، أو يضرب ضربا مبرحا بحيث يدمى جسمه، أو بأنه يجد بعد فترة نجده على كرسي متحرك من هذا الضرب، أو يهدد بعرضه أو باعتداء على أهل بيته. طبيعي إفادة تكون على حسب رغبة السلطة، وأتصور أكبر مسؤول في الدولة يتعرض إلى هذا النوع من التعذيب يضطر أن يقر بذلك. وأنا كنت شاهد، كان زميلي نائبا سابقا تعرض إلى تعذيبا شديدا بحيث اضطر أن يوقع إفادته وهو يعني مصمد ولا يرى ما هو مكتوب، وذكر لأن كنت أريد أن أتخلص من التعذيب ووقعت على هذه الإفادة. بالرغم أن الدستور البحرين في مادة 19 ومادة 20 تؤكد بأن لا يجوز تعرض لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، وكذلك يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا. لذلك كان من المفترض عندما ينظر القاضي وجود حالات التعذيب وكل المعتقلين في أول جلسة عندما يؤخذوا إلى المحكمة يؤكدوا إلى القاضي بأنهم تعرضوا إلى تعذيب شديد. وإذا القضاء كان نزيها كان من المفترض في هذه الجلسات يتم إخلاء المتهم ولا ينظر في أي نوع من الإفادة، لأنه بني على التعذيب. في البحرين عندما تعتقل تعذب، عندما يتم تحقيق معك تعذب، عندما يتم أخذك إلى المحكمة وفي النيابة العامة تعذب، عندما وأنت محاكم تعذب، حتى بعد صدور الحكم يتم تعذيبك.